سيدي العميد تومرس. أوغوز نقيب كارالنك، عم بسمعك سيدي. نقيب باتور، صار هجوم على قرية تاشليتيبي على الحدود الجنوبية بكركو. ما منعرف كيف الوضع النهائي لأنه الاتصالات انقطعت عن المنطقة. بعرف إنكم طلعتوا من عملية صعبة كتير، بس أنتوا أقرب فرقة لهم. المجموعة جاهزة للمهمة سيدي. شكراً سيادة النقيب. خدوا الزخيرة والتعزيزات من الهليكوبتر، هنن عم ياخدوا الأوامر هلأ، وعم نعطيكم إحداثيات الضيعة كمان. كارالنك اسمع، ما منعرف مع كم واحد رح تتعامل ولا مع مين حتى. ما منعرف شي، المهم إنه تنتبهوا منيح. يلا الله يكون معكم. علم سيدي ولا يهمك. سيدي وصلتنا رسالة من مصدر مجهول، ممكن تجي تشوفيها؟ شو هي؟ كركوك قرية تاشليتيبي فخ، طلعوا فرقة الدعم من هنيك فورا. العدد أكتر من هيك بكتير. شو معناته هالحكي؟ ما بدي ولا اتصال، ما تخلي حدا يفوت لعندي. حاضر سيدي الجنرال. افتح الباب يا ابني. شو الرسالة من مجهول؟ مثل ما قلت لك على التليفون سيدي، تاشليتيبي طلعت فخ، وبصراحة عدد الإرهابيين الموجودين هنيك طلع أكتر بكتير من يلي كنتوا بتتوقعوا. معقول لسه ما فينا نتواصل مع فرقة أوغوز؟ مع الأسف سيدي الجنرال، كل وسائل التواصل مقطوعة، وإذا هالرسائل مزبوطة يعني نحن ما منعرف قديش عدد الإرهابيين، ولا منعرف قديش ممكن يكون معهم زخيرة، ولا حتى منعرف شو ناويين يعملوا هني. نحن حرفياً ما منعرف ولا معلومة سيدي. فهمت تومرس، بالأول خلينا نعرف إذا الرسالة حقيقية، يعني حاولي تحاكي ضباط المخابرات بالمنطقة، وبعدين اعملي اللي لازم ينعمل. تأمر سيدي. يا عميد لازم نبعد دعم. يا عميد ممكن تكون هالرسالة جزء من خطة أكبر، ويجوز تكون الرسالة هي الفخ نفسها. لازم نكون جاهزين لكل شيء. حكيك مزبوط سيدي. قدرنا نعرف من وين وصلت هالرسالة؟ لا سيدي، كان في حماية على الرسالة، ما قدرنا نتعقبها بنوب. لازم بالأول نتأكد من صحتها وبعدين نفكر شو نعمل. أمرك سيدي الجنرال. ملازم أول، تواصل مع القوات العامة لناخد صورة للأقمار الصناعية. حاضر سيدي العميد. سيد العميد، صور الأقمار الصناعية اللي ناطرين نوصله. ورجيني، شغل فورا. سيدي هدول صور تاشليتيبي والمحيط قبل 3 ساعات تقريبا. الله يلعنهم. عددهم كبير كتير. نعم سيد العميد. بتمنى ما نتأخر. يا جندي افتح الباب. سيدي حضرتك راح عليك العشاء، جبتلك سندويشة وشاي. مو وقت الشاي درموش، اتركهم واستناني لحتى اتصل فيك. طيب بأمرك سيدي. وشو مشان وحدات المخابرات؟ أنا ناطر اتصالكم. تفضل سيدي. صورة الأقمار الصناعية وصلت، القرية محاوطة بمجموعة إرهابية كبيرة كتير. الرسالة مزبوطة لك؟ أي سيدي، الصور اللي وصلتنا من حوالي 3 ساعات. سيدي لو سمحت فينا ناخد إذنك لنتحرك فورا؟ يا عميد الجو مو آمن أبدا، بتعرفي هالشي؟ سيدي أنا آسفة بس ما عندي أي خيار تاني بنوم،
وجوز عم يقاوموا لهاللحظة، بس الوقت عم يمرق وفرصهم عم تقل أكتر. أنا عم بحكي عن مجموعة إرهابيين كبيرة كتير، وجماعتنا ما عندهم ذخيرة كافية لهيك هجمة بالمرة. بدك تروحي بنفسك؟ أي سيدي، أنا والملازم ميرت وخمس عناصر من منظمات لا حكومية، ودورموش رح يروح معي كمان. دورموش؟ حاجبك الخاص؟ دورموش أتيجي؟ نعم سيدي، هو جندي موهوب كتير، خرج هيك معارك. ماشي طالما هيك بدك. اسمعيني، انتبهي منيح، روحي هلأ وانقذي القرية وفرقة أجوز بأمان وسلام من بين إيدين أولاد الحرام. حاضر سيدي الجنرال. فيك تروحي. دورموش. نعم سيدي. جهز حالك، رح نطلع على عملية. عملية؟ أي دورموش، كون بقاعة المروحية بعد خمس دقائق. بأمرك سيدي العميد. قديش باقي لنا لنوصل للمكان؟ بدنا حوالي نص ساعة سيدي العميد. ما تنسي سيدي لازم نمشي حوالي ساعة بعد ما ننزل كمان. ما رح ناخد أكتر من 20 دقيقة بعد ما ننزل. مو هيك درموش؟
طبعا سيدي العميد، يلي بتأمريه هو يلي رح يمشي. يا عيني عليك. كابتن شو عم يصير؟ اطلاق نار، ما فينا نكمل بهذا الوضع ابدا سيدي العميد. سيدي شو بدك نعمل؟ لاقي اقرب مكان امن وهبوط فيه. رح نفذ فورا سيدي العميد. يا ملازم خلينا نشوف خريطة الطريق. حاضر سيدي العميد. سيدي هذا الطريق آمن، رح نمشي 8 ساعات إذا كانت الأمور منيحة، وفي الطريق الجبلي نمشي فيه 3 ساعات بس مو آمن كتير. ما بدنا اثنين يحكوا فيها، رح نروح من طريق الجبال، ما عنا وقت نضيعه. يلا يلا يا شباب. سيدي راح روح لنقطة المراقبة. طيب ماشي. بين معك شيء؟ سيدي في مخيم قريب منا 700 متر تقريبا. الله يلعنهم. الله يلعنكم. هالشي مو منيح بنوب. نحن لازم نمرق بأسرع وقت. شو أوامرك سيدي العميد؟ إذا علقنا رح نخسر وقت أكتر. نفس الشي رح يصير إذا حاولنا نلف حواليهم، ما في طريقة لنوصل لفرقة أوغوز قبل بكرة الظهر. بعرف ميرت بعرف. بس يمكن عندي في طريقة أسرع. حاول توصلني مع المقر فوراً. يلا. حاضر سيدي العميد. الجنرال بوسكير رح يحل المشكلة. الحل رح ياخد وقت، بتعرفي هالشي مزبوط؟ مزبوط سيدي الجنرال، بس رح يكون أسرع من أي شي تاني ارتجالي،
وبهالطريقة فينا نخلي المنظمة تعاني من خسارة كبيرة وتقل فعاليتها بالمنطقة، وهي فرصة لنا سيدي الجنرال. انتظري مني اتصال. حاضر سيدي الجنرال. يا ابني أعطيني القاعدة 21 الجوية بديار بكر هلأ فورا. حاضر سيدي الجنرال. اسمعني ميرت، لازم نزرع إشارات للمنطقة المستهدفة. سيدي أنا بحلى سيدي العميد. درموش هاي المهمة خطيرة، يعني جندي محترف. سيدي بعرف قديش الموضوع خطير، رح أتسلل للمخيم وأعطي أحداثيات الهدف للعمليات. خلال دقيقتين بالكتير منطلع من المنطقة بعد ما أبعت الإشارة. ما تخافي رح روح لمكان آمن خلال القصف، اطمني فيني أعمل هالشي. درموش سيدي لازم نساعد فرقة أوجوز بسرعة، ولازم نطلع من هون بأسرع وقت. بتعرفي إنه أنا سريع. صح أنت سريع. ماشي، الضابط يالتشين رح يكون عينك، ولازم تكونوا حذرين كتير. إذا بيصير لك شي رح أشلك عيونك. عم تفهم علي درموش؟ اطمني سيدي العميد. يلا تحرك. كان مفروض كون هلأ بالجاكوزي وقاعد بالجناح الملكي واسترخي، وأنا قاعد بهالبانيو كمان. المفروض كون عم باكل وجبة بيف ستروغانوف أو ستيك فيليه مع صوص، بدل ما أكل هالخبز هون. هالعملية طولت زيادة. قديش رح ناخد وقت لنخلص من 8 جنود؟ هن عم يقاوموا كتير يا أبو الهاشم، وإلا كنا فتنا من زمان. هالحكي مو مهم، المهم انه اخر شيء ذخيرتهم رح تخلص وما رح يقدروا يقاوموا اكثر. بدي خلص فيصل، مليت كثير. روحوا خبر الشباب خليهم يقربوا اكثر. حاضر ابو الهاشم. الطائرة القاذفة أقلعت، استعجل. حاضر سيد العميد. درموش خليك متذكر قدامك في دقيقتين بالكتير بعد الإشارة، بدياك تكون سريع. عم تفهم علي؟ أسرع من البرق سيدي. سلمنا الإشارة، دقيقتين. علم سيد 432 ميجا هرتز تقريباً 90 ثانية. درموش بكفي لهون. درموش ما في داعي تغمق لهالدرجة بنوب. بدي اتأكد أكثر. درموش؟
سيدي العميد، كل شيء تمام، أنا راجع. طلع بسرعة درموش، يلا يلا. استنى استنى درموش، استنى. استنى. هلا دورموش اطلع فورا، يلا. دورموش دورموش اركض، في جندي هناك، يلا اركض. كشفوهم سيدي، طلعوا من هنيك فورا يا شباب، يلا 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 يلا. دورموش طلع من هنيك، دورموش طلع. جاهز للإطلاق. درموش يالشي، ردوا علي، ردوا علي، حدا يقول شي. سيدي عميد، سيدي أنا بخير. يالشي ممتاز. ودرموش العميد، ما بعرف شو صار معه. درموش، تمت المهمة سيدي، صار فينا نكمل. خلينا نكمل سيد درموش، رح أقتلك إذا بلاقيك منصف. شكرا لك سيدي العميد. خلينا نكمل.